كيلو دقيق، معلقة كبيرة من السكر، اه كده، اه رشة من الملح. هبدأ ان انا اخلط ده كله مع بعضه وارجع انزل بالمية شوية شوية، مية من الحنفية عادية، ولا عايزة مية سخنة ولا اي حاجة من الكلام ده كله. بسم الله، هحط كده نص كوباية مثلا وابدأ ان انا اشغل عليها واشوف هتحتاج تاني ولا لا. بسم الله. لو هتجيبي لو هتجيبي دقيق اللي هو الاكياس، هاتي الدقيق اللي هو جميع الاستخدامات عشان يبقى العرق بتاعه كويس، تمام. لو هتجيبي دقيق من الفرن اللي هو السايب، قولي له انا هعمل بيه فطير. هتجيبيه من عند العطار، قولي له انا هعمل بيه فطير علشان يبقى فيه عرق شويه. طيب انا كده خلطت كل المكونات، دقيق ورشه الملح ومعاها سكر، السكر ده عشان يديني حمار للعجينه، وزودت ايه؟ ميه. ببدا ان انا ازود شويه شويه، العجينه تلم، اسيبها بقى شغاله في العجان 5 دقايق وهدي، وارجع اشغل بعد كده 5 دقايق وهدي. لازم العجينه تتعجن كويس وتتخدم في العجنه بتاعتي. اهم حاجه بقى بعد كده التريحه. يعني ايه التريحه؟ انك تخلي العجينه ترتاح قبل ما تشتغلي بيها. طب هو انت يا نونا هتقطعي العجين فطاير وتبداي تشتغلي بيه؟ لا، انا هعمل ان العجينه هي مقدار واحد بس. انا هقفل كده علشان ما تمشكوش، ممكن اشغل عليها في الفاصل علشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا ان انا افرد العجينه بتاعتي، ومش هفرد على زيت ولا هفرد على زبدة، لا انا المرة دي هعمل طريقة مختلفة عن اللي احنا عملناها قبل كده بكتير. طيب هتعملي ايه يا نونة؟ هفرد العجينة على دقيق، رشة من الدقيق عشان العجينة تفرد معايا وما تلمش. خلوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله، هفرد المرة دي على دقيق مش على زيت علشان العجينة تفرد معايا ما تلمش. طيب بعد ما افردها هكون محضره الزبده بتاعتي بدرجه حراره المطبخ علشان تبدا ان هي تتفرد معايا بكل سهوله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. نعمل كده. هو انا ما عنديش بولة دقيق زياده؟ بولة دقيق زياده يا شباب. بسم الله. بصوا العجينه، شايفين؟ بصوا منظرها، شايفين؟ شايفين ناعمه ازاي وجميله؟ بسم الله ما شاء الله عليها. اعمل كده، ارتاحت وتمام وزي الفل، وهي قدامي اللي هو كيلو الدقيق كامل. هبدا ان انا اجيب دلوقتي رشه الدقيق بسرعه وابدا ان انا ارش وابدا ان انا افرد. في الفطير المشلتت نفرد بدي. طب انا مردنتي الكبيره فين يا جماعه؟ في ايه؟ نفرد بدي. ما عندكيش دي النشابة الرفيعة، اعملي بعصاية المقشة، امسكي عصاية المقشة واغسليها كويس ونشفيها وابدأي افردي بيها. ما تفرديش بالتقيلة بتاعتنا، ما تفرديش باللي هي العريضة التخينة، لا دي عشان تطلع لك الفطيرة رقيقة وفي نفس الوقت تبقى سهلة عليكي جدا. طيب هاتي يا رانيا الدقيق، ببدأ ان انا افرد. انا عايزة العجينة بتاعتي دي كلها تتفرد على شكل مربع او مستطيل. مربع او مستطيل، ده كده الكيلو دقيق. بصوا النشابة الرفيعة بتاعتنا دي، ما عندكيش النشابة دي هاتي عصاية المقشة تغسليها وتنشفيها وتبدأي تشتغلي بيها زي الفل. بالشكل ده كده نربع العجينة عشان انا عايزاها مربع او مستطيل، وهقول لكم ليه دلوقتي عايزاها كده. بالشكل ده كده شايفه العجينه ناعمه معاكي ازاي؟ بالشكل ده تلفي وتعملي كده. بالمنظر ده كده
طيب لازم تبقى رقيقه يا نونه او ان هي تبقى سمك معين؟ لا، اعملها مستطيل كبير، مستطيل مربع، المهم ان هي تبقى مستطيل او مربع بالشكل ده. وارجع بعد كده اروح جايبه ايه الزبده اللي هتستخدميها، سواء زبده فلاحي سواء زبده صفرة زي ما انت عايزه، بس انا النهارده مستخدمه الزبده الفلاحي وعايزاها تبقى كده. شايفين؟ وتبداي تدهني العجينه كلها بالشكل ده. الكيلو الدقيق مثلا هياخد قد ايه؟ هياخد يعني من ربع كيلو زبده، سواء اللي جوه او اللي هتديه من بره، لحد مثلا يعني من 250 جرام هنقول لحد 300 350. بصوا نبدا ان احنا نعمل الزبده كده على العجينه كلها. قفلت هنا كده بالشكل ده كده. تمام تمام. ارجع اقلبها كده وابدا ان انا اقطعها على اساس الفطير اللي انا هعمله. يعني كيلو الفطير دوت ممكن يطلع لي ثلاث فطاير، ثلاث فطاير حلوين المقاس اللي انا عايزاه. هنعمل مثلا كده وهنعمل كده. بصوا التوريقه، بصوا الطبقات اللي. ادي الفطيره اهي، دي كده فطيره ودي كده فطيره ودي كده فطيره. هبدا ان انا اعمل ايه؟ السمنه عندي سايحه شويه بس انا هشتغل على طول. هاجي مثلا لدي واروح جايبه مثلا الاطراف بتاعتها عامله كده. عايزه تحطيها في التلاجة شويه تشد معاكي ماشي، واروح جايه هنا عامله كده كده. صينيه عندي مدهونه زيت، ناخد الكبيرة شوية مدهونة زيت كده، وابدأ ان انا احط كده وامسك التانية واروح جاية عند الاطراف ولما كده، جاية هنا ولما كده كده. شايفين انا بعمل ايه؟ التالت اجي عند الاطراف والم كده كده. بالشكل ده هحطهم في التلاجة حوالي ربع ساعة وابدأ بعد كده اطلعهم افردهم تاني واوريكم هتتشكل ازاي. نونة يعني هي كده دي بقت فطيرة، دي لسه فطيرة الا ربع. يعني ايه فطيرة الا ربع؟ يعني دي لسه كده لازم تتشد شوية ولسه هفردها تاني والمها تاني، بس مش هتتفرد فردة كبيرة، ده انا هفردها مربع صغنن قد كده. والرك كله بقى على الفردة بتاعت المربع دي، ان هي بعد ما تتفرد المربع الصغير ده نرجع نلمها بطريقة معينة عشان تبقى عندنا الفطيرة دي. تمام؟ طيب ندي كده استريتش او كيس تلاجة ونحطها في التلاجة ربع ساعة، وربع ساعة وارجع اطلعها تاني علشان اوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. طيب على ما يخلص الربع ساعة دي هعمل ايه؟ كل اللي هعمله هاخد بقى الفطير اللي انا مريحاه اللي هو تالت مرحله دي كده يا جيمي، هتتشال في التلاجه. تمام؟ نحطها كده في التلاجه يا شباب ربع ساعه. طيب احطها في التلاجه وما استناش الربع ساعه، انا ممكن احطها في الفريزر تشد معايا على طول عشان لما ارجع من الفاصل اوريكم التربيعه اللي انا عايزاها تكون عامله ازاي. دي كده أول مرحلة، أول مرحلة من الفطير. عملنا العجينة وهشغل عليها تاني في الفاصل عشان تشوفوا شكلها وملمسها عامل ازاي. عملنا العجينة نسيبها ترتاح ربع ساعة نص ساعة، بعدها أبدأ أفرد العجينة اللي هو كيلو كامل مربع أو مستطيل. الزبدة بتاعتي أيا كان زبدة صفرة زبدة بلدي، نبدأ إن احنا نمسكها بدرجة حرارة المطبخ كده وندهن بيها المربع كله. أبدأ ألفها كيلو الفطير او كيلو الدقيق، اسفه كيلو الدقيق عشان يطلع معايا فطاير محترمه هنعمله على ثلاث فطاير زي ما احنا مقسمناه بالشكل ده، علشان لما اجي افرد السمنه وهي بدرجه حراره المطبخ كده ما تطلعش من الجناب. بدات ان انا اقفل الجناب واشيلها بالشكل ده كده واحطها في التلاجه ربع ساعه علشان تبدا تشد مني وابدا افردها.
انا طبعا ما عنديش الوقت ربع ساعه، فهروح احطها في الفريزر 5 دقائق 8 دقائق كده تشد معايا وتمسك شويه. الفطير بتاعنا اللي عملناه مع بعض على الهوا لسه في الثلاجه، ممكن اجيبه لكم الفصل الجاي. بس بصوا بقى، ده كده فطير مرتاح، فطير مرتاح. بصوا كل فطيره انا حطاها في الصينيه بتاعتها علشان تبقى جاهزه على التسويه. دي زبده اللي انا فردت بيها اصلا واللي انا ورقت بيها. هبدا ان انا اخد كده واروح عامله كده. بصوا الفطيره لما بترتاح بتفرد على طول في الصينيه ازاي. الصينيه دي مدهونه زيت على خفيف. بصوا مجرد ما بدات ان انا افرد بتاخد شكل الصينيه وحجم الصينيه اللي انت عايزاه، ما بتلمش تاني. حتت الزبده اهي على الوش كده، كل ده هيسيح عشان تبقى طالعه محمره وطالعه جميله في منتهى الجمال كده. كده لو انت مش هتسوي دلوقتي ما تحطيش الزبده اللي على الوش دي. لو انت مش هتسوي دلوقتي ما تحطيش الزبده اللي على الوش دي، خليها على التسويه على طول. خلي على التسويه على طول، هتسيبيهم يرتاحوا. مثلا هتبداي ان انت تسوي بالليل، يبقى حطي زبده على اللي هتستوي على طول. بس بصوا بسم الله ما شاء الله مرتاحه كويس، فتبدا تفرد معاكي حلو قوي. وناخد الزبده الحلوه بتاعتنا وعلى الوش اهو كده. كل دوت هيسيح لما يدخل الفرن، وكل ده هيديكي الشكل الحلو اللي انت عايزاه. بصوا المنظر، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الفرن بتاعنا شغال على اعلى درجه، اعلى درجه. فرنك بقى العلو بتاعه 200 250 270 اعلى درجه في الفرن، وقبلها مثلا بربع ساعه، وبعد الربع ساعه تبداي تحطي الصواني بتاعتك. بعد ما يعدي على حطه الصواني 10 دقائق هدي النار على 200. خلوا بالكم اللي انا بقوله. دلوقتي الفرن بتاعنا على اعلى درجه اللي هي مثلا 250، هحط الصينيتين بتوعنا بتوع الفطير، يعدي 10 دقائق واروح منزله درجه الحراره ل 200 عشان الفطيره من جوه تستوي وتورق معايا، ما يبقاش عجين، ما تبقاش ان هي خدت لون من بره ومن جوه عجين. اقفل الفرن واحسب على ايدي يا رغده 10 دقائق. تمام تمام، دول كده عشان انا هسوي في فرن التاني. الفرن التاني جاهز يا هاني، هنبدا ان احنا نسوي في الافران التاني عشان يشوفوا لما يطلع معانا. بصوا بسم الله الله اكبر اللهم بارك، مرتاحه كويس تفرد معاكي بسم الله ما شاء الله. شايفه؟ حط الوش كده. عندك بقى زبده، عايزه تحطي قشطه من على وش اللبن، اللي انت عايزاه اللي موجود عندك استخدميه. بص المنظر، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. طبعا انا حطيت الزبده على الكل كده عشان كده كده كله هيدخل يستوي دلوقتي، كله هيدخل يستوي دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين؟ بصوا بتتفرد على طول ازاي، بتاخد شكل الصينيه وحجم الصينيه اللي انت عايزاها ازاي. بسم الله اللهم بارك. نحط الزبده بتاعتنا اللي سايحه، شايفين ال 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 القوام بتاعها عامل ازاي بالشكل ده. كل ده لما يدخل اصلا الفرن هيسيح وهيبقى في منتهى الجمال. ريحه السمنه البلدي اصلا تحفه وهي لسه نايمه. تخيلوا بقى لما تستوي مع الفطير الوش والشكل هيبقى عامل ازاي بالشكل ده كده. هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي هعمله ان انا عايزه هسيب دول كده على جنب ونتابع التسويه بتاعت اللي في الفرن، وهنحط صينيتين منهم في الافران الثانيه، ونستاذنك يا رانيا هاتي لي الفطير اللي في الفريزر. اوريكم بقى اللي احنا عملناه مع بعض هنربعه ازاي والتربيعه بتاعته تكون ازاي عشان يطلع معاكي نفس الشكل اللي انا عايزاه ده. يلا بينا. هاتي يا ماما كده، هاتي شد شويه معايا في الفريزر. ابدا ان انا دول اللي احنا عملناهم مع بعض، ابدا ان انا اخد دي كده اهي واغطي الباقي بالشكل ده. بصوا بقى وركزوا في اللي انا هعمله، رشه من الدقيق بسيطه خالص، يا دوب كده تعفيره، واروح حاطه كده. وادي النشاب، طبعا هي جواها الزبده بتاعتها وكل، واعمل كده
شكل مربع. بصوا الهوا ده معنى كده ان التوريقه جوه والسمنه ما شاء الله اللهم بارك كده. رشه بسيطه خالص. بص كده مربى بالشكل ده بس صغير مش كبير زي التاني. بصوا الهوا ده كده، شايف معايا جيمي؟ الهوا ده كده، السمنه من جوه. بصوا المنظر اللهم بارك. ثواني بالشكل ده نعرض المستطيل شويه كده 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 تمام. ارجع اروح واخده ده على ده تمام، واروح عامله كده كده كده. صواني فين؟ دهن الزيت شفتوا انا لميت كله لجوه ازاي. دهن الزيت واسيب اغطي واروح سايب كده. دي المربع اللي احنا قلنا عليه. انا عايزه اقول لكم ان دي كانت عايزه ترتاح شويه كمان. العجينه اللي احنا قطعناها وحطيناها في التلاجه علشان تشد معايا شويه كانت عايزه ترتاح شويه كمان. لو ارتاحت وخدت الوقت بتاعها كان زينا. وطبقنا دهنة الزيت سواء في الصينية او على الوش، وابدأ ان انا احط كيس تلاجة مفتوح واغطي الوش واسيبها ايه حوالي نص ساعة ترتاح. نص ساعة ترتاح. التالتة اهي بصوا بتبدأ ان هي تعمل معايا ازاي. دي لو مرتاحة واخدة براحة في التريح بس مش مشكلة. هنبدأ ان احنا نفرد ونشتغل عادي ونسيبها تريح بعد ما نطبقها. بصوا الفقاقيع اللي بتبقى جوه دي تحسوا ان ايه في حاجة بتمشي جوه العجينة، ده بسبب السمنة. بالشكل ده اخد اللفه بتاعتها كده ورجعتني الم الجنب ده على الجنب ده واغرز جوه كده. شايفين اغرز جوه كده واروح لما كده الصينيه هنا هي مدهونه زيت على الوش سنه زيت واغطي بكيس التلاجه واسيبها ترتاح زي ما قلت لكم نص ساعة. طيب نونا انا عايزة اعمله واشيل في الفريزر وابدأ ان انا اطلع مثلا بعديها بشوية مثلا تاني يوم تالت يوم. بسم الله ما شاء الله. اعمل ايه؟ بتحطيه بتغلفيه كويس زيت زي ما حضرتك شفتي كده، وبنبدأ ان احنا نحطه في الصينية والصينية تكون مدهونة زيت، ونبدأ ان احنا نقفله بشنطة ونحطه في الفريزر. بتطلعيه بعدها بيوم او يومين على حسب ما انت عايزه، او حتى ان شاء الله بعدها باسبوع او اسبوعين ادام محطوط في الفريزر ماشي معاكي تمام وزي الفل. بترجعي بعد كده تطلعيه تسيبيه يرتاح كويس قوي، تحطي صينيه فيها زيت، تبداي تحطي كل فطيره في الصينيه بتاعتها، تبداي تسيبيها شويه لما تفك براحتها، تبداي تفرديها وتحطي على الوش بتاعها سمنه وبتطلع معاكي زي الفل. متهيالي اسهل من كده مفيش. دي كده ارتاحت، مجرد ما ترتاح هتبقى زي دي. ارتاحت حلوه قوي، تبداي تفرديها بايديك هتلاقيها خدت المقاس بتاع الصينيه. نرجع نحط على الوش حته السمنه او حته الزبده او حته القشطه البيتي اللي هي من وش اللبن، هيطلع معاكي زي الفل. الفرن بتاعنا على اعلى درجه، عدى 10 دقائق يا رغده؟ عدت 10 دقائق. طيب نوطي شويه النار ونسيبه يكمل التسويه بتاعته عشان هوريكم دول شكلهم عامل ازاي. ان الكم ده غير الكم ده. عملت ايه بقى في الفاصل؟ لفيت الكم ده ستريتش
ليه؟ ليه عملته كده؟ علشان لما اجي امسك البلاص الحليوه ده وابدا ان انا احط ايديا فيه والف المشي والجبنه القديمه بالخميره بقشر البرتقال بقشر المندرين فين الفلفل يا ولاد؟ هناك بالفلفل الصغنن الارناؤوطي دوت، عشان لما احط ايدي كده ما ايه ما بهدلش هدومي. طبعا اكيد مش هشمر ايدي لحد هنا، فعشان ايه ما تقولوش هي لفت ايدها امتى ولا ايه اللي حصل عشان تبقوا عارفين. طيب احنا دهنا البلاص ده بايه قبل ما نطلع يا احمد؟ اقول لهم كمان دهناه بايه؟ دهناه بعسل وبيض، عسل اسود وبيض. طيب هو بقيه العسل والبيض موجود؟ تمام، بقيه العسل الاسود والبيض موجود وحاطينه في كيس وحاطينه في الثلاجه. ليه؟ ما هو اكيد ليه سبب. اولا عشان ما نهدرش كميه العسل اللي احنا رميناها، بس ده مش سبب حقيقي بصراحه. لا، السبب الاصلي ان العسل الاسود بالبيض دوت هيتلف مع الخميره بتاعه المش مع الجبنه مع الشرش مع عرق الحلاوه مع القشر بتاع البرتقال مع القشر بتاع المندرين اللي هو الاستفندي مع الفلفل الصغير الارناؤوطي، كل ده هيتلف علشان هنقفل البلاص. وهنقلفه هنلف هنقفله بايه؟ هنقفله بايه يا هاني؟ هنقفله بخيس. انا بقول يا هاني عشان هو اللي اتطوع وهو تسلم ايده، هو اللي جايب لي الحاجات دي كلها من البلد من عندهم، يعني الحاجه فلاحي النهارده وبلدي يوكل على اصوله. فهنقفله بخيس، وبعد ما نقفله بالخيس ده هنركنه بقى. تطلعي حته جبنه قديمه مع التقه تعتقه السنين. الصواني الباقية فين يا شباب؟ نطلع دي فوق شوية تتاخد وش. رجعنا من الفاضل. تعالوا بقى نعمل دلوقتي المشي بتاعنا. الفطير بتاعنا اهو، انا عايزة بس اوريكم واحدة من اللي احنا عاملينها. بسم الله. بص كده، طبعا هو برد من الصبح، شايفين مستوي من جوه اهو، مثبته ايديا مستوي من جوه. هتصنعها بالمقص، نكمل. بتقطعه بقى المقاس اللي انتوا عايزينه، ممكن اصلا تخلصي الفطير وتبداي تقصقصيه بالشكل ده كده وتحطيه في الفريزر. نعم، شايفين ادي الفطير بتاعنا اهو. يلا مع حبه بقى جبنه قريش مع حبه جبنه قديمه من اللي احنا عاملينها، تمام وزي الفل. نكشف الستاره بقى وطططط. دي الجبنه اللي احنا كنا محجرينها ومنشفينها بالملح والشط. ابدا ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ عندي خميره المش وعندي العسل الاسود بالبيض اللي انا كنت عاملاه، وعندي قشر برتقال وقشر استفندي او المندرين، عندي فلفل من ده. يا فندم مش فايده، بقاش انا ما بقاش انا. بصوا كده الفلفل ده، خلي الخضر صديقك كده، انزلي عنده الصبح وقولوا ايه انا عايزه ايه الفلفل، وانت بتفضيه تنقلي الحاجات دي. ده بيتباع طبعا في السوبر ماركت الكبير، بس عايزه اقول لكم الحبه دول 35 جنيه، الحبه دول 35 جنيه. فلي انزل السوق عند صديقي الخضري وابدا ان انا اقول له نقلي الحاجات اللي بتبقى في الفلفل الصغننه دي، عشان دي كتير قوي ب 35 جنيه. ده احلى، ده احلى. وده طبعا عرق الحلاوه كسرناه بالشكل ده علشان ده اللي هيقوم بدور الدنكار. الدنكار مش حلو، الدنكار ما بيخليش المش ما يدوتش، لا بالعكس اكنه مش محطوط اصلا. احسن حاجه تخلي المش ما يدوتش هو عرق الحلاوه، بيطلع معاك ويظبط الدنيا ظابطه ما شاء الله. عايز اقول لكم على حاجه كمان، بس انا والله الصبح ما لقيتش في طريقي، يعني ان في ناس حبايبنا بيحطوا ايه؟ بيحطوا ايه مع المش؟ بيحطوا ايه مع المش؟ انت بتسالني ايه؟ استفندي؟ ما الاستفندي احنا حاطينه ايه؟ لا، بيحطوا زيتون وبيحطوا خيار، خيار الصغنن ده كده، وبيحطوا الزيتون ني. بيحطوا زيتون ني، يعني تجيبي مثلا ايه كيلو زيتون كده وتروحي ايه غسلاه وحطاه
متأكد. مش سامعاك. اسكت بقى عشان الجبنة وقعت. نبدأ ان احنا نبص الجبنة بتاعتنا كده. لا البصل دي ما سمعتهاش قبل كده، بس اللي انا سمعته ما بيحطوش بصل، بصل يخلي الريحة بتاعت المشي مش حلوة. هو اصلا ريحته ما بيعتق، بتبقى تقطع ظل الفورة. حط لها بصل؟ لا. بنحط لها ايه بقى يا رغدة؟ بنحط معاه كمان كيلو زيتون، نغسله كده من غير ما نشقه. الحدقية بتاعت المش نفسها والجبنة والشطة والملح اللي احنا حاطينه ما شاء الله اللهم بارك هتخليه يستوي. وتلاقي فيه وتحط خيار، الله هو اكبر اللهم بارك. قالوا كده ثانية واحدة، ثانية واحدة. عايز اقول لكم بس على حاجة، حطينا هنا كده، ما وعدتيش ان هو يفضل سليم للاخر. حبة من الفلفل الاحمر، حبة من الفلفل الاخضر، وحدايتين تلاتة من عرق الحلاوة، شوية من القشر بتاع الاستفندي والبرتقال اهو كده بالشكل ده. شايفين كده؟ ده كل اللي تحت جبنة، ده كل اللي تحت الله هو اكبر جبنة. طيب نعمل ايه تاني؟ نجيب البلاص التاني بتاعنا اهو، نحط فيه الجبنة. يبقى لونها غامق. رغدة بتقول لي هو السبب في ان الجبنة تبقى قديمة قوي العسل الاسود والبيض اللي محطوط، السبب في ان الجبنة تبقى غامقة. في مش تحس ان هو غامق، لونه مدي على بني غامق كده، وفي مش تحس ان هو فاتح، ده بسبب البني الغامق ده. يقولك ايه ده؟ شفت لونه عامل ازاي؟ ده قديم يقطع ظل الفار من كتر ما هو قديم. ده بيبقى بسبب العسل الاسود والبيض اللي محطوط. الله هو اكبر اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. لا خالص خالص خالص، ونسينا الفطيرة. ارجع بعد كده عند الناحية التانية، احط فلفل احمر واخضر. احنا لسه هنلف البلاص. ارجع بعد كده قشر الاستفندي والبرتقال. امي بقى ربنا يديها الصحه والشفاء ويعافيها يا رب، كانت بتعمل ايه؟ عندها حته جبنه قديمه ترميها، عندها حته جبنه قريش قعدت في الثلاجه ومحدش هياكلها تروح لمياها في البلاص كده. ابدا بعد كده عندي العسل مع البيض اللي احنا شايلينه. على فكرة أنا البلاصين دول هاخدهم معايا البيت، وهستنى حوالي شهر ونص أو شهرين وافتحهم معاكم ونشوف شكل الجبنة من جوه تبقى عاملة ازاي. احنا ما حطيناش هنا عرق حلاوة بالشكل ده كده. ثانية واحدة. اي طب ما انا رديت عليك من شوية على فكرة. ها نعمل كده. بصوا بقى دي خميرة المش اللي جايبينها. بسم الله الله هو أكبر اللهم بارك. شايفين؟ إيه الحلاوة دي؟ يا نهار أبيض على الجميل. صلي على النبي في قلبكم. الله يا أفضل الصلاة والسلام. طيب في الشرش بتاع الجبنه فاكرينه لما كنا طلعنا الجبنه كده من البستيلا بتاعتها والشرش بتاعها؟ قلت لكم شيلوه علشان دخلوا شطه. طبعا لما كانش دخلوا شطه كنت استخدمته في المعجنات. ده هنعمل ايه؟ انا عايزه السوائل في البطرمان او في البطرمان ايه في البلاص تبقى البلاص يبقى حايق معايا، يعني بيبقى بيتحرك بسهوله كده ما يبقاش تقيل. طب هزود بايه لو انا الشرش بتاع الجبنه القديمه عندي مش كتير؟ اعمل ايه؟ عندي الشرش الابيض بتاع الجبنه القريش، هنبدا ان احنا نزود بيه. قولي.
هو كده تمام وزي الفل يا كيف يعني. بصي احنا مستكفيين، بصوا كده، ده الشرش اللي كان مع الجبنه. بصوا انا شلته اهو، شايفين قطع الجبنه اللي فيه؟ ده الشرش اللي كان موجود. اعمل كده وابدا ان انا ازود، علشان لو الخميره بتاعت المشي اللي انت جايباها مش كتير ما تكلفيش نفسك زياده. نزود بالشرش اهو، بسم الله اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم من دلوقتي ريحته تحفه. قول صح، ده بيطلع فظيع. رغده بتقول لي دلوقتي ان هم عندهم شرش الجبنه القريش ده، بيجيبوا الفلفل وبيخللوه فيه، اللي هو الفلفل الحامي بيخللوه فيه، بيطلع طبعا تحفه 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 يعني. انا عايزه اقول لكم ان ده اتملى. هينفع نجيبه من فوق يا احمد؟ ده نجيبه من فوق. بصوا كده السوائل، شايفين هنا؟ عشان كده بقول لكم نزود بالشرش اهو. يلا بينا نرجع بعد كده، خلصنا البلاصين الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. نعمل ايه دلوقتي بقى؟ يلا بينا على القفله الحلو، خيش اهو. بتجيبين الراجل بتاع البلاص يتعمل بخيط كده وتروحي غرزه. هفتح عليه بعد، وانت ممكن اصلا يتعلق بالسنين، بس انا هفتح عليه بعد شهرين، شهر ونص، شهرين. شايفين القفله اللي انا قفلتها دي؟ خلاص الموضوع انتهى على كده. اشوفكم بقى بعد شهرين ان شاء الله لما نفتح عليه ونشوف الحلويات اللي جوه بقت عامله ازاي. الله اكبر، الله اكبر.